اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اذن الذي الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. صلاه الساعه الثالثه من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا والهنا، ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيد معلمنا داود النبي وبركاته علينا أمين. بشوي سنة صلاة الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيب معلمنا داود إنه بركاته علينا أمين.
زوكساس يوسفس مقدس بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. متجه المعز روح القدس التي ترسل الله باسم فهو يعلم كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تطلب قلوبكم لتجزع سمعتي إن قلت لكم إن أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبون لو كنتم تفرحون لأن أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانوا يؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيها شيء. حامل عنقود الحياة نسألك أيتها الممتنع مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا. آمين. أيها الملك السلام عادل الحق الحاضر في كل مكان على كل كاسة فلو تضحي فيهم قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ودنا عزاه يرحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا الحمد. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات وصعد السماوات الحمد. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا داء دون امين. يسوع قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لذلتنا، يا رب افتح المرضى شعبك. شيء من أجل اسم قدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بالخطية ارحمنا الذي بالخطية يا رب عنا وقلبتنا إليك لأن لك المجد والعز وقدس المسيس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. زين الذي الغد أعطنا اليوم، أخذ لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع رب لك الملك هو المجد لابد امين. زكساس يوسفس مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. فلما ابصر الجبان صعد الجبل عن جمس، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح فارغا قال طوبوا للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبوا للحزنة لان انهم يتعزون، طوبوا للدعاء لانهم يرثون الارض، طوبوا للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون، طوبوا للرحماء لانهم يرحمون، طوبوا للقير قلب لانهم يعينون الله، طوبوا لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من اجل البر لان الله ملكوت السماوات، طوبى لكم مزهر طردوكم وعيركم وقال فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض فاذا فسد الملك فما يملح، لا يصلح بعد شيء الا لان يطرح خارجا وتدوس الناس، انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينه كاينه على جبل ولا يقودون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على المناره فليدوا لكل من في البيت هكذا فليدوا نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه يوجد ربكم الذي في السماوات. ليكم قول رب سلام والمجد لا تنشو ورسوس مجوتا غصوصا من نماس وابجاكتون كاكسوت ماينينا. يا من في اليوم السادس الساعه السادسه ثم تعالى الصليب من اجل خطيئه تقرا لابن ادم في الفردوس ماذا تقصد حياه المسيح من اجل كده
اللهم انا نسرق الله ورب سمعنا اللهم استجب صلاتي وتربت تربتي تبت الي واسمعنا عشي وبكر وقت الظهر كلامي اقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. ثابت ريكايك يا جبن ماتي. يا يسوع المسيح الان الذي تمتع الصليب في الساعه السادسه وقد علت الخطيه بخشوع وحده موت موتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه اقتلع ويعلم بالامك الشافي المحيا سيمي الذي تم اتباعهم قطع وجود منتهج العمل هو المشروعات العالميه. اذكر احكامك السمائيه كرافتك. كينينك يا ايك الصصيون الصنيون امين. ان ليس لنا داله ولا حق ولا معذره من اجل كثره خطايانا. فنحن بك نتوسل الى ودنك منك يا وجه الله العذراء. ان كثيره شفاعتك وقويه مقبوله عند مخلصنا الى الامه الطاهره. لا ترفض الخطا من شفاعتك عند الذي يولد منك لان رحم قضى خلاصنا. انه تالم من اجلنا كي ينقذنا. فلتدركنا رفضك سريعا لنا ويسكننا جدا. عنا يا الله مخلصنا من اجل اسمك يا رب انجينا واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس. انك اياك الصيون الصنيون امين. خلاصا في ارضك وسط ارضك الايها المسيح الان عند باب سطر طهي طهي العود الصليب لهذا قمت تسقيل المجد لك يا رب. ثابت ريكايك يا يوم الماضي. عزم الشهر غير فاس اي صار طالبين اخوات خطايانا بصوت اصعد تجلي الذين خلقتهم بدون اذن محبتك نثق لك ونشكرك لانك ما تقول فانا نخلص لما تاتي تسعد العالم يا رب المجد لك. انك رايك الصصيان الصنيون امين. انت لنا نعمه وتلاعب نسبحك بصليب هذا اختار جحيمات الموت امواتا كنا فرهدنا اصلاحا حياه ابديه ونعت فوس الاول من الجهاز المجد بشكر كلمات المسيح الهنا لنا نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك العذراء في دي سواتنا الهنا حتى نخلص العالم. مجدك يا سيدنا ملك المسيح فخر وصف الكليل الشهداء تعليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالخلوص قدوس طهوت واحد نسجد ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل اهل السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد ملوك من الاب كل دور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوار هذا الذي من احمد البشر نجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي ألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجدي إذن الأحياء والأموات الذي يسبق من القضاء دعا عنهم بالروح القدس الرب المهم باسم الآب نسجد ومجدهم مع الآب والابن الله كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية مع سالف معمودية واحدة من الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. نسألك يا حامل الله يا حامل خطيئة العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحمنا. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. Yeah.
القدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوكي المجد وكرامك حمد الله إلى أبضاء كل أيها الثالوث القدوس الحمد أيها رب إلى القوات كن معنا لأنه ليس عن المعيب سيئتنا ولقاءتنا سواك ألا أغفر واصفحنا يا الله عن سيئات صنعناها بإرادتنا وصنعناها بغير إرادتنا ندفعنا معرفة ندفعنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اغفر لنا من جسم وقدوس لدعي علينا رحمتك يا رب ليس خطايانا واجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك ليأتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أرذلنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيان كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحموا يا خيب خنبران مبيوت نمشيرن بابنف ما سواب ونوتي نوتي فزماروت نجيف نوتي بيوت بي بانتوكراتور آمين فزماروت نجيف فنوغنيس نشيري إسوس بخريسوس بين شويس آمين فزمارو تنجيب ابن فماي سواب امبارك ليتو آمين سباتي راجيون ثيوس اجيوس ابن فماي جيون آمين Φλογητός Κύριος ο Θεός εις τους αιώνας. Αμήν. Νιές νους τύρους μου έψοες μαρουές μου έρωφην γέννη λαούς τύρου. Για μπεφνά η τάγκρου εριέγον. Ότι μισμήν τέψοες εις όψα ενέ. Αμήν. Αλληλούια. Ne fo en nait ibnot biot im ben shois
أبو بن نوتي بن سوتريسوس بخريسوس جافرس كبازيني قونا فريسنير ونفرهيرون أفشبتنير وففتي أسويرون أفتي توتينا بنت شريطاي ونوصاي إن صوف أمت رف بوس انت برهيرون خن بايس وفاين منوتير انت بن أن خن هرين بين نجيبي بان تكرتو ورب شويس بن نوتي روس بكصاستي ابني بشايس ابنوتي بيبان تكراتور افيوتم بن شايس او ابنوتي بن سوتيريسوس بخريسوس نشكورا يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة رافع على آينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلوات وطلبات قدسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطوبى والبابا البطريرك الأنباء ودروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية بائن المطارنة والأساقف المجتمعين معنا وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سير شعبك وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوات العدو Yeah.
عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الآباء المطارنة والآباء الأساقفة، الآباء الكهنة القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي، فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الله الإنجيل ماري ماركس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك قديس ساويرس معلمنا ديوسقوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس إغرغوريوس، من أفواه 318 مجتمع بنقيا، والماء والخمسين بالقسطنطينية والمائتان بأفسس، من فم الأباء المطارنة والأباء الأساقفة الحاضرين معنا، من فم حقارات إلهنا وبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآمين. Yeah.
سلام ماريا بتشوي صاري مطنان بكم ابون انت للنومي It's all
صموئيل بأموره جيتي سابت توي صار يمطنان بكم أبول انت للنومي جيتني أمشي انت بنيوت زواب انديك وصفات جيس وفانيوس مطر الهاطل عليها مرارا كثيرة وتنبت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم، تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي غير مفلحة وقريبة من اللعنة التي نهايتها تكون للحريق. ولكننا قد تيقننا من جهتكم أيها الأحباء المختارون والقريبون من الخلاص، وإن كنا نتكلم هكذا أيضاً لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب محبتكم التي أظهرتموها نحو اسمه
إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم أيضاً، ولكننا نود أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا ضعفاء بل تكونوا متمثلين بالذين ورثوا المواعيد بالإيمان والأنات. فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بذاته قائلاً: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيراً. وهكذا استأنى ظفر بالموعد. نعمة الله الآب تكون معنا، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول بركته علينا آمين. وتنبأ عن هؤلاء أيضاً أخنوخ السابع من آدم قائلاً: هوذا قد جاء الرب في ربوات ملائكته القديسين ليصنع دينونة على الجميع ويوبخ جميع المنافقين على جميع أعمال نفاقهم التي نفقوا بها وعلى كل شيء صعب الذي تكلم به عليه خطاط المنافقون. هؤلاء هم متذمرون، ملومون، سالكون بحسب شهواتهم، فمهم يتكلم بعظائم، يحابون الوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم يا أحبائي فاذكروا الأقوال التي قالها سابقاً رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم كانوا يقولون لكم: إنه في الزمان الأخير سيأتي قوم طغاة سالكين بحسب شهوات نفاقهم. هؤلاء هم المعتدلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم يا أحبائي فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، ولنحفظ أنفسنا في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الله وحده مخلصنا يسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعزة والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى كل الدهور، أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين. Yeah.
ما ملاك الرب؟ ففتح أبواب السجن في الليل وأخرجهم وقال: اذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وكانوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه واجتمعوا في المجمع مع كل شيوخ بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتي بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن. فرجعوا أخبروهم قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقاً بكل حرص والحراس واقفين على الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد أحد في الداخل. فلما سمع قوات جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم قائلين: ما عسى أن يكون هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلاً: هوذا الرجال الذين وضعتموها في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قواد الجند مع الخدام فأحضروهم بغير عنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموهم. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلاً: أما أوصيناكم وصيةً ألا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد، آمين. اليوم الحادي عشر من شهر هاتور المبارك، أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم، ونحن مغفوري الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبنائي وإخوتي الجميع، آمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة حنة والدة العذراء القديسة الطاهرة مريم. ولدت هذه القديسة في بيت لحم من سبط يهوذا، ووالدتها تدعى مريم من سبط لاوي. ولد لهما ثلاثة بنات، إحداهما هذه القديسة التي تزوجت الصديق يواقيم وأنجبت منه أعظم نساء العالم القديسة الطاهرة العذراء مريم، وكانت تربطها بالقديسة أليصابات والدة يوحنا المعمدان صلة قرابة. وقد أفاض الله على الصديقة حنة نعما وافرة وفضائل كثيرة مثل الحكمة والعبادة، حتى صلت إلى الله متشبهة بحنة أم صموئيل أن يرزقهما نسلا، فأعطاها الله القديسة مريم العذراء. فلهذا يجب أن نكرمها ونحتفل بيوم عيدها. ولما أكملت سعيها تنيحت بسلام، بركت صلاتها فلتكن معنا، آمين. وفي مثل هذا اليوم استشهد القديس ميخائيل الراهب، كان من أهل دمياط وترهب في دير القديس أنبا يوحنا ببرية شهيد. وبخدعة من عدو الشيطان نزل يوماً إلى مدينة القاهرة وأنكر الإيمان وتزوج، وأقام مع زوجته 8 أيام، ثم رجع إلى نفسه وندم، وذهب إلى أب كاهن واعترف له بخطيئته، فأعطاه قانون توبة. ثم ذهب إلى ملك مصر واعترف أمامه بالإيمان بالسيد المسيح، وأعلن له تمسكه به، فوعده الملك بكرامات جزيلة. ولما لم يطاوعه أمر بحرق جسده بالنار، فنال إكليل الشهادة، بركت صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضاً تعيد الكنيسة باستشهاد القديس أرشلاؤس وأليشع القمص، بركت صلاتهما فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. بنعمة ربنا يسوع المسيح وبشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد وبركة قديسي هذا اليوم ملاك هذا النهار وبمحبة الأحبار الأجلاء أعضاء المجمع المقدس نقيم 11 أسقفا من أعضاء المجمع المقدس ليكونوا في رتبة المطرانية. ورتبة المطرانية تمنحها الكنيسة وتقدمها للأباء الذين بذلوا وتعبوا وخدموا. الأباء الحداشر في ترقيات هذا الصباح لهم في الأسقفية أكثر من 30 سنة يخدمون ويتعبون ويبذلون ويعملوا ويعلموا ويصنعوا في إبرشيتهم أعمال كثيرة لكي ما تمجد الله. يقومون بالرعاية وبالاهتمام وبالافتقاد وبالعمل الكنسي يحفظوا الوديعة والإيمان ويعيشوا الكنيسة في تراثها وفي كل تقاليدها. حسب نظام كنيستنا القبطية الأرثوذكسية أسقف الإبرشية هو الذي يمكن أن يترقى إلى درجة المطرانية أو متروبوليتان. والمطران بيبقى مسؤول عن المدينة الكبيرة. الأسقف العام لأنه لم يجلس بعد ولم تحدد له منطقة جغرافية من ناحية القانون الكنسي فلا يمكن ترقيته مطراناً. وأسقف رئيس الدير لأنه يعيش في البرية وهي الأباء الرهبان، لذلك عندما تتم الترقية بالمفهوم الكنسي يأخذ طقس الإسكيم المقدس. معنى ذلك أن أسقف الإبرشية هو الذي يتقدم للمطرانية. ورتبة المطرانية ممكن نضع فيها 3 عوامل مهمة. تمنح الكنيسة رتبة المطرانية من باب التقدير، باب التقدير لخدمة الأب الأسقف عبر السنوات الطويلة وأتعابه وصلواته ودموعه وبذله وكل ما يصنعه. وتمنح أيضا رتبة المطرانية من باب التجديد، فعندما ينال أمام مذبح الله المطرانية رتبة المطرانية هذا يجدد الطاقة والعمل ويتذكر يوم أن أقيم أسقفا في الكنيسة المقدسة وتتجدد طاقاته وأعماله. وكأنه بعد أن بدأ بسنوات كثيرة في الخدمة يأتي الوقت لكي ما يجدد العمل أكثر وأكثر وأكثر. وأيضا رتبة المطرانية فيها تشجيع، تشجيع لخدمته، الخدمة المتسعة. والإنسان على الدوام يحتاج التشجيع، التشجيع في العمل، خاصة أن الأب الأسقف هو مسؤول عن الرعية بكل تفاصيلها، بكل ما في الكنيسة، ولذلك مسؤولياته واسعة جدا. إذن المطرانية هي من باب التقدير أو من باب التجديد أو من باب التشجيع. ونحن في الكنيسة لا نعرف موضوع الترقية بالمفاهيم العلمانية، يعني يترقى معناها يبقى رئيس، معناها يبقى كبير، مفيش المفهوم ده في الكنيسة. مفهوم الكنيسة والكتاب المقدس
إن الترقية معناها مزيد من الخدمة ومزيد من المحبة ومزيد من الاتضاع ومزيد من الوداعة. هو ده المفهوم. وزي ما بنقول باستمرار إن أرقى درجة في خدمة الكنيسة هي درجة غسل الأرجل. غسل الأرجل كما صنعها السيد المسيح في يوم خميس العهد وقبل الصليب بساعات قليلة. الطقس دايماً زي ما كلنا عارفين إن الأسقف يرسم بعد الإبراكسيس باعتبار إن عمله هو امتداد لعمل الآباء الرسل، وأيضاً المطرانية بتبقى بعد الإبراكسيس. يعني إحنا قرينا الإبراكسيس سفر الأعمال وبعدها السنكسار بتاع النهاردة 11 هاتور، وبعد كده يبتدي الطقس. الطقس هنصلي فيه صلاة الشكر كلنا، كل الشعب، وبعد كده أربع الناقوس، وبعد كده زي ما انتم شايفين الآباء علشان المكان يعني يبقى أكثر نظاماً، كل أب بحسب الأقدمية هنبتدي بطقس الرسامة بعد الصلوات اللي هيصليها الآباء المطارنة الموجودين معنا. عايز أقول لكم برسامة هؤلاء في درجة المطرانية أو رتبة المطرانية يصير في الكنيسة القبطية 26 مطران. و26 مطران في وسط العدد الكلي لأعضاء المجمع المقدس 137، يعني حوالي 20% أقل حاجة أو أكتر حاجة، لكن بالتقريب كده 20%. ونحن نحتاج وجود المطارنة لأنهم يمثلوا الكنيسة سواء في مصر أو خارج مصر وفي مناسبات عديدة. تفضلوا نبتدي نصلي. أليس نماس أوسيوس وبتير وبنتكرتور بانجية رياسة أليس نماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، يأتي ملكوت، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أرضنا اللازم لنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا للمذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر سامع خيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. وأيضاً فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط كل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن هؤلاء الآباء المدعوين للمطرانية وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعم والرفاة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي يليق بك العز والثبوت تليق بك مع الروح القدس أنواع المساوي لك الآن وكل أوان ولظهر دور كلها آمين. ما تنقروا إذن نوئي إثرونوس إيتن
أيها الكائن السيد الرب الإله ضابط الكل أبو الرأفات وإله كل عزاء أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي خلق كل الأشياء بقوته وحكمته وبمشورته ثبت أساس المسكونة كلها العارف بالأشياء قبل كونها الذي زينا كليل الذين صاروا من قبله الذي أخاف كل المخلوقات ليخضعوا لسلطان قواته الذي أنعم لنا بفهم حقيقي لنعرف روح صلاحي الذي أضاء كنائسه بالنور الغير الموصوف الذي الإبن الوحيد الذي اصطفى إبراهيم حبيبه لميراث الإيمان وأخنوخ قديسه ونقلهما إلى كنوز النور لأنهما أرضياه الذي وهب لموسى الوداع ولهارون بكمال الكهنوت الذي مسح الملوك منذ البدء والرؤساء ليدينوا شعبك بالحقيقة الذي لم يترك مذبحه الطاهر السمائي بغير خدمة منذ إنشاء العالم من بعد تأسيس العالم أقمت خدمتك أيضا في البيع لكي يكملوا بالكهنة واللاويين ويأخذوا مثال السمائيين لتكون خدمة السمائيين متفقة معا مع الأرضيين لكي يباركوا اسمك القدوس يا إله الحق وحدك مع ابنك الوحيد والروح القدوس هذا الذي من قبل نسأل ونطلب من صلاحك عن عبيدك هؤلاء الذين رسمتهم ومجدتهم واخترتهم لك مطارنا وأباء في أعلى بيعتك ليكونوا رؤساء ومتقدمين على شعبك أضيء عليهم يا رب بنور وجهك لكي تضيء قلبهم بينبوع مجدك لكي يعرفوا سرائرك المخفية بالحقيقة Pour out upon him from the governing spirit of your own knowledge which he has received in your holy church that he may be renewed in what pleases you in his generation, the Holy Spirit, the Spirit of truth, the Spirit of perfection, the Paraclete which you have given to your holy apostles and the prophet, give to him, O Lord, the role of your might which sprung up from the root of Jesse. هؤلاء الذين استراحت عليهم السبعة الأرواح الإلهية الموثقة من ثمرات البر روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة والعبادة اللهم املأهم من مخافتك ليقضوا بين شعبك باستقامة ويتمسكوا بإعتراف الأمانة المستقيمة بلا لوم اشملهم بخلعة حلتك المقدسة التي لمجدك امسحهم بزيت الفرح ليكونوا لك يا الله رعاة أمناء على بيتك التي هي الكنيسة لكي يخدموك بغير لوم كل أيام حياتهم ليلا ونهارا بغير فطور بذبائح طاهرة بقلب نقي ونفس مستنيرة بالأصوات والأعمال النقية بالمحبة والوداعة بأمانة بغير مراءة بالنبوة وإعلانات الروحانية ويقرب لك صعائد نقية كل حين ويصعد لك بخورا عن جهالات شعبك ويحزن على العصاة الغير الفهماء الشعب الذين هم خرافك ويجذبوهم من فخ الخطية إلى عبادة الله أنعم عليهم وعلى شعبك بالسلام امنحهم يا رب سلطان روح قدسك كي يحلوا جميع الوساقات التي ربطها العدو بالخطية وأعضاء البيع المتفرقة امنحهم أن يلفوهم إلى واحد احفظ كهناتهم بلا عيب إلى الأبد ليخدموك بذبائح روحانية كل حين على طقس رئيس الكهنة الأعظم الذي في السماوات
يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. يا ليسون كيريا ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. برسوم مطرانا على كرسي برشية ديروت وصنب وما يتبعها خنفران مبيوت نمشيرين ببن ميسو وابنوتي نوت فزماروت انجيب نوت بيوت بيون تكراتور آمين. افز ماروت انجب فونو جنيس انشير يسوس بخريسو بن شوي سامين. افز ماروت انجب ابن ما يسواب امبارك ليتو. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. بخوم مطرانا على كرسي برشيد سهاج والمنشا والمراغة وما يتبعها خنفران ببيوت نفشير بابن ميس وابنوتي تفز ماروت انجيف نوتيفيوت بيان توكراتور امين. تفز ماروت انجيف فمنوغانيس انشيريسوس بخرسوس بن شويس امين. تفز ماروت انجيف ابن فمايس اواب امبارك ليتو. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ديمتريوس مطرانا على كرسي برشية ملاوي وإنسانا والأشموني
تفضل. ندعوك في كنيسة الله المقدسة، آمين. آمين. أغبيوس مطرانا على كرسي برشية ما اسواب امبارك لي
مطرانا على كرسي برشية نقادة وقود وما يتبعها بنها وسنا وما يتبعها خين إبراني باروت جيب ابن ما سوى امبارك لي
حياتكم. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. ذلك اليوم لما خرج يسوع من البيت وكان يجلس على جانب البحر اجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه صعد إلى السفينة وجلس والجمع كله وقف على شاطئ البحر وكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على جانب الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم يكن لها عمق أرض فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جفا، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، من له أذنان للسمع فليسمع. بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في هذا الصباح المبارك أيها الأحباء، وهو الأحد الثاني من شهر هاطور، وشهر هاطور بتسميه الأمثال الشعبية القبطية هو شهر الزرع، ويقولوا عليه كده أبو الذهب المنطور. وفي هذا الشهر تبدأ زراعة القمح، وتبدأ قطرات المطر أيضاً بالنزول، وسواء حبات القمح عندما يزرعها الفلاح في الأرض تبدو كأنها قطرات من ذهب يسموه الذهب المنطور، وقطرات المياه التي تتساقط مع بداية هذا الشهر شهر هاطور وهي نازلة نقطة المية بتلمع في ضوء الشمس فتبدو كأنها قطرات الذهب أو الذهب المنصور. وفي هذا الشهر بعد الأحد الأول والأحد الثاني نبتدي من الأحد الثالث صوم الميلاد المجيد. وفي صوم الميلاد اللي بيبتدي من 16 هاطور اللي هو منتصف الشهر النصف الثاني بتكون الكنيسة عد عليها يومين، أحد الأول والثاني في شهر هاطور، وكطريقة استثنائية نقرأ في الأحد الأول والأحد الثاني مثل الزارع، وما فيش تكرار بيحصل في قراءات الكنيسة عبر السنة كلها غير هذا التكرار بتاع مثل الزارع.
ومثل الزارع مثل مهم لنا كلنا بمعانيه، لكن أهم ما فيه إن بعد ما ربنا يسوع المسيح بيشرح هذا المثل ويقوله، يروح خاتم بالعبارة دي: من له أذنان للسمع فليسمع. تتكرر الحد اللي فات وتتكرر الحد ده، وإحنا لسه ما دخلناش الصوم، والحد الجاي وعليكم خير تتكرر للمرة الثالثة، وفي الأحد الرابع تقدم لنا الكنيسة قصة مقابلة السيد المسيح مع الشاب الغني، الشاب الرقيق اللطيف اللي أول ما جه للمسيح سجد على الأرض وتكلم وسأله سؤال غاية في الأهمية لما قال له: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هذا الشاب كان له أذن تستمع ولكنها لا تطيع، فكانت النتيجة أنه انصرف حزيناً. إذن التمهيد للصوم يأتي من خلال إصلاح الأذن، ودنك. وزي ما احنا بنقول في الأمثال العربية دايماً في التكرار إفادة، والتكرار للشطار، الكنيسة والكتاب المقدس يصنع معنا بنفس الكيفية. الحد الأول والثاني قبل الصوم يقول لنا: من له أذنان للسمع فليسمع. الحد الثالث بدأنا الصوم يقول لنا: من له أذنان للسمع فليسمع. الحد الرابع فهطور يقول لنا: أدي مثال واحد كان عنده ودن كويسة لكن ما بيسمعش. مش بيسمعش يعني أخرس أو أصم، لا، ما بيسمعش، ودنه تعبانة. بعد ما بنخلص شهر هطور وإحنا في صوم الميلاد، نبتدي شهر كياك. شهر كياك بالحلاوة بتاعته والتسابيح بتاعته عايز يعلمنا حاجة واحدة. مثال يقدمه أمامنا لإنسانة، أمنا العذراء مريم، كيف كان لها الأذن الواعية والتي تستمع كلمة الله وتقبلها بوداعة وباتضاع. ولما جه الملاك يكلمها ويقدم لها هذه البشارة هتعمل إيه؟ قالت له بمنتهى الوداعة: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. من منا يستطيع أن ينطق بهذه الكلمات أمام الوصايا الإنجيلية؟ ليكن لي كقولك، هوذا أنا أمة الرب. إذن صوم الميلاد هو صوم لإصلاح الأذن وإصلاح أذنك. أذنك قد تسمع أو تستمع أو تنصت، خدوا بالكم من الثلاث أفعال دول. ودانك ممكن تسمع أو تستمع أو تنصت. تسمع أهو كلنا بنسمع كل الكلام وكل الأصوات بنسمعها، أثرش فينا. تستمع يعني الواحد يبتدي تقريبا يفهم الكلام اللي بيتقال، أما تنصت فإنه يركز في الكلمة المقدسة وفي الوصية ويعيشها، فتنساب الأصوات التي يسمعها وكلمات الوصية تنساب إلى قلبه، فتتكون عنده الأذن الداخلية أو الأذن القلبية التي تستمع لكلمة الله. يا ترى ودانك شكلها إيه؟ تقول لي وداني 10/10، ربنا يخليها.
بس الودن دي بتسمع كلمة ربنا، الودن دي بتطيع، الودن دي زي أمنا العذراء مريم في استماعها وطاعتها، ولا زي الشاب الغني اللي سمع من هنا ولما قال له المسيح احفظ الوصايا قال له حفظتها منذ حداثتي، قال لي يعوزك شيء واحد، وكان هذا الواحد هو إصلاح أذنه الداخلية، أذن قلبه الداخلية. عشان كده ربنا عمل لنا الود لا تغلق، العين لها جفن، لما بننام بنقفل عينينا والعين بتستريح تاخد أجازة، لكن الود مفتوحة على طول ال 24 ساعة. والأذن تسمع في كل الاتجاهات، يعني العين ما تشوفش غير قدامها، لكن الودن تسمع من هنا ومن هنا ومن فوق ومن تحت ومن ورا ومن قدام. كمان العين ما تشتغلش غير في النور، ضلمة في نور العين بتشوف، في الضلمة ما بتشوفش. الودن لا، الودن ليل ونهار، في النهار وفي النور وفي العتمة موجودة وتستمع. حتى بعض الناس يقول لك أنا نومي خفيف، يعني أبسط صوت بيصحي، لكن لا نقصد الأصوات المادية ولكن نقصد الوصية الكتابية. بتقرأ الإنجيل يقول لنا الشماس قفوا بخوف ورعدة لكي نستمع إلى الكتاب المقدس، إلى الوصية، إلى الإنجيل. وودانك بتستقبل وبتطيع وبتطبق، ولا هو كلام وخلاص، وهو الودنتين قدام بعض، ودن دي بتسمع والودن دي بتخرج وبننسى وانتهى، وتلاقي حياة الإنسان لا تتقدم. لذلك الكنيسة بحكمة بالغة وضعت لنا مثل الزارع الذي يبين طبيعتك الداخلية. فقد يكون قلبك مثل أرض الطريق، كلمة تيجي من هنا وتتخطف وخلاص، تقعد جوه الكنيسة ساعة ولا اتنين، تحضر أي خدمة وأي عبادة، وأول ما تخرج من باب الكنيسة كله يطير منك. وقد يكون قلبك مثل أرض الصخر، الأرض الحجر. أرض الحجر دهيت عليها طبقة كده خفيفة من التراب اللي ممكن يساعد في الإنبات، إنبات الزرع، لكن حجر ما فيش جدر يقدر يمشي فيه، فبيتخنق وبيموت. قلبك فيه قساوة، فيه خطية، قلبك مليان بأرض محجرة، بحجارة. ده في واحد لما يجي يتكلم نقول له انت كلامك عامل زي الدبش، زي الحجارة، مش بيحسس على كلامه، مش بيختار كلماته. وفي واحد نقول له الملاف السعد، يقول الكلمة في محلها وفي مكانها. النوع الثالث من القلب أرض الشوك، القلب المهموم واللي شايل الهموم والقلق واهتمامات العالم ورغبات العالم وأفكاره كلها في التراب، وتكون النتيجة أن الشوك يخنق كلمة الله، كلمة ربنا ما تلاقي لهاش مكان. أما الأرض الجيدة أو القلب الجيد أو الأذن الجيدة فهي التي تأتي بالثمر 160 و30. والعجيب أيها الأحباء أن كل هذه الأنواع 30 و60 و100 أمام الله مقبولة وأنها ممدوحة. وهذه الثمار حتى لو كانت 30% يقبلها الله ويفرح بها. وهذا يعطينا فكرة عن الرجاء. 30% الذين يعيشون بالخوف، واحد خايف كده من ربنا، خايف من كل حاجة،
ربنا ده حاجة كبيرة خالص، وأنا خايف، فأنا خايف منه. الخوف غير المخافة. والستين هم الذين يعيشون بالأجرة، أنا هصلي لك عشان تنجحني، أنا هروح الكنيسة واتناول علشان ينجح المشروع بتاعي، دي الأجرة. أما المئة فهم الذين يعيشون بالحب أمام الله، أنا بحبك يا رب عشان كده بحب وصيتك، أنا بحبك يا رب عشان كده بحب أتنعم في معاني وأعماق الوصية، أنا بحبك يا رب عشان كده الوصية في حياتي في كل يوم في كل دقيقة. وعلى رأي داود النبي لما قال في مزمور 37: تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. يعني واحد بياخد الوصية ويستطعمها ويعيشها ويطبقها ويثق فيها ويتأكد إن هذه الوصية فيها قوتها وفيها فاعليتها وفيها ثمرها. عشان كده وإحنا على بعد أيام من الصوم الميلاد، أول أصوام السنة الكنسية وصوم الميلاد اللي بنستعد بيه لميلاد ربنا يسوع المسيح وتجسده، بنحتاج كلنا إن كل واحد فينا يعمل كده مراجعة على ودنه. لا أقصد مراجعة طبية، ولكن أقصد مراجعة روحية. اقعد بينك وبين نفسك واسأل، هو أنت بتطيع الوصية اللي بتقراها واللي بتسمعها؟ لما بتحضر عظة ولا تحضر قداس ولا اجتماع من الاجتماعات، ولا بتقعد في البيت تفتح إنجيلك وتقرأ وتذاكر وتتعلم وتشبع، بتطيع الوصية؟ ولا لسان حالك بيقول ده كلام قديم، أو ده كلام يخص بقى الناس الأبرار، إحنا بعيد عن الأبرار، أو ده الكلام ده لناس ناس مش لنا إحنا الناس اللي على قد حالنا؟ اوعى تكون هذه المبررات حاجزا بين وبين أن تثمر في قلبك الثمر 30 و60 و100. أحيان واحد من الضعفات الكتيرة اللي موجودة يقول لك كلام سمعناه كتير قوي، سمعناه كتير خالص، ده احنا حافظينه كمان، وممكن يكره زي ما يكون يعني حاجة في التسجيل كده، حاجة في الحاجات المسجلة. انتبه أيها الحبيب، جدد حياتك، جدد قلبك، اجعل حياتك أرض جيدة. امبارح كانت حياتك ليست جيدة، الصوم جاي هوت عشان تبتدي جهاد روحي جديد وتكون حياتك أرض مثمرة، وتخلص الصوم الميلاد 43 يوم، وتمتلك الأذن الحساسة والأذن اللي ينطبق عليها العبارة والوصية المتكررة: من له أذنان للسمع فليسمع. يسمع جواه ويفهم. والعجيب في طقس كنيستنا إن نفس الوصية دي تروح الكنيسة مكررها علينا تاني آخر يوم في الصوم الكبير في ليلة أبو غلمسيس، هذه الليلة الفريدة التي نقرأ فيها سفر الرؤيا، ونبتدي في نهايتها بيوم سبت النور، ونسمع تكرار هذه العبارة: من له أذنان للسمع فليسمع، تتكرر ونصيغها باللحن. ودنك، ودنك شكلها إيه؟ فإذا أردت أيها الحبيب أن تصلح الجهاز الروحي في حياتك وتكون حياتك ماشية صح، مش ماشية زي ما بيقولوا في الأمثال من بره هلا هلا ومن جوه ما تكونش حياتك كده، تكون حياتك حقيقية، مش حياة مزورة أو حياة ليست مزيفة أو حياة مزيفة. إن أردت فابدأ بالأذن،
وركزوا وياي في قراءات الصوم الميلاد كلها، قراءات الإنجيلية، إنك تقرأ وتدور على الودن وفعلها وفضيلة الاستماع وفضيلة الطاعة وفضيلة الاستجابة في قلبك، وتعرف إن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته ودنك. عشان كده لو أردنا كلنا ناخد تدريب مع بداية هذا الصوم اللي بنستعد بيه لميلاد ربنا يسوع المسيح، ركز على ودنك وركز على حساسية ودنك وركز على طاعة ودنك وركز على استجابة ودنك، وإنها بتسمع صح، بتسمع الوصية صح وبتحفظ الوصية صح. وبكده في حلاوة طقسنا إن تحطنا في حد من الأحاد مثل أو قصة الشاب الغني اللي ما سمعش، وتحطنا شهر كامل مع أمنا العذراء اللي سمعت وصارت فخر جنسنا. هذا بالحقيقة يا إخوتي الأحباء هو تدريب لهذا الصوم الذي سنبدأه بعد أيام. أولاً نختم به العام الميلادي ونستقبل عاماً جديداً، وفي نفس الوقت نستعد لميلاد ربنا يسوع المسيح. هذا اليوم أيضاً هو يوم فرح وبهجة أن يصير في الكنيسة 11 مطراناً جديداً ينضمون ويعملون ويخدمون بعدما بدأوا في خدمتهم الأسقفية السنوات الطويلة. الله يعطيهم العمر والصحة والفاعلية ويبارك في خدمتهم وفي حياتهم. ووجود أباء مطارنة مع الأباء الأساقفة ووجود مناسبة زي النهاردة في هذه الترقية أو هذه الخدمة الجديدة تبقى صورة قدامنا وتدعيم في المجمع المقدس كل أعضائه. وزي ما قلت لكم برسامات النهاردة يبقى عندنا 26 مطران ضمن أعضاء المجمع المقدس، ودي نسبة تعتبر قليلة، حوالي 20% من العدد الكلي. والأب المطران معناه أنه وصل إلى درجة من درجات الحكمة ودرجة من درجات النضوج والمعرفة ودرجة من درجات الخدمة ورؤية الحياة في حقيقتها، ويؤصل في خدمته وفي تعليمه وفي أتعابه. وأبونا المطران في الإبرشية بيبقى أب لكل الإبرشية كما كان أسقفا، ولكنه أب يحتضن الجميع، يحتضن الجميع. فكلمة مطران معناها أب المدينة الكبيرة، معناها أن عنده قلب كبير يحتوي الجميع. ويقدم الصورة الرعوية الجميلة التي علمنا إياها ربنا يسوع المسيح، فيصير بالحقيقة الراعي الصالح. والراعي الصالح اللي بيعلمنا الكتاب يبذل ويخدم ويعلم ويتعب كثيرا. وطبعا الأب المطران يحتاج إلى صلواتكم جميعا، فالصلاة هي التي تسند الخدام. وأبونا المطران في إبرشيته يحمل مسؤوليات كبيرة، وطبعاً مع الرسامة بيقعد يراجع نفسه ويراجع خدمته وما يمكن أن يضيفه، ويبقى مع القديس بولس الرسول بيقول من أجلك نمات كل النهار، من أجلك يا رب نمات كل النهار. بنصلي من أجل الأباء المطارنة الجدد
كما من أجل كل أعضاء المجمع المقدس، وبنصلي من أجل الكنيسة أن يحفظها مسيحنا القدوس، وأن يحفظ فيها المحبة والخدمة والتعب، ويعطينا دائما أن نفرح في قلوبنا. فعلامة الإنسان الذي يعيش مع الله أنه إنسان فرح، إنسان فرحان بربنا، ويكمل فرحه ده في السماء لما ربنا يأذن بذلك. يعطينا مسيحنا أيها الأحباء أولاً نبارك إلى الأباء الجدد المطارنة باسم كل المجمع، باسم كل الأباء الكهنة، وباسم الشمامسة، وباسم الأرخنة، وباسم كل الشعب. بنبارك للأباء المطارنة ونصلي من أجلهم أن يبارك الله عملهم، ويكونوا جميعاً صورة جميلة للخدمة الحقيقية التي تسلمناها من ربنا يسوع المسيح عن طريق القديس ماري مرقس الرسول، ومن جيل إلى جيل تمتد الخدمة وتنمو كنيستنا وتنتشر، وعمل الله فيها يتسع ويفرح قلب الله ويفرح قلوبنا جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. بالمناسبة دي هنقدم للأباء المطرنة الكتاب المقدس، مهدى من دار الكتاب المقدس بمناسبة مثل الزارع بتاع النهاردة، وبمناسبة أنهم يحملون الكلمة في قلوبهم وفي أفواههم وينشرونها في كل مكان ويكرزون بالإنجيل. تفضلوا. Oh.
شلي الفلوغيتي ابي بروسفتي ساسيتي ايري نباسي ايضا فنسى الله الابض بطال كل ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطعان باركهم السلام الذي من السموات أنزل على قلوبنا جميعا. بل وسلامات العمر إنعم بها علينا إنعاما. رئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا. زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطينا سلامك لأن كل شيء قد أعطيته. اقتننا يا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيي نفوسنا بروحك القدوس. ولا تدع موت الخطيئة قال نحن عبيدك ولا على ولا على كل شعبك يا رب ارحم. وايضا فلنسال الله ضابط الكل ابو ربنا والهنا يسوع المسيح. اذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبت ودروس الثاني وأخويه الروحيين ماري إغناطيوس إفرايم الثاني بدرك أنطاكيا وأبونا كيرلس بطريرك أريتريا وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة والأساقفة المجتمعين معنا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبات ودروس السام آني بابا وبطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخويه الروحيين مارك بطرس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وأبونا كيرلس بطريرك إريتريا وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة والأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنتم عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبر. وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك المقدسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
أنعم لهم وعلينا بالسلامة والعافية في كل موضع. وصلواتهم التي يرفعونها عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عنهم، اقبلها إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء راحت بخور، وسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت أقدامهم سريعا. وأما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة يا رب ارحمنا. فلنسأل الله إلهي الضابط الكل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. صلوا من اجل هذه البيعة المقدسة واجتماعاتنا. أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق نصنع كمشيئتك الطوباوية المقدسة بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، أنعم بها علينا على عبيدك الآتين بعدنا الأبد. قم يا رب الإله وليتفرج جميع أعدائك، وليرى من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات يصنعون إرادتك بالنعمة. إن صوفيا سيو بروسكا من كريا ليسون كريا ليسون خلقهم اسمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل أرض السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور لا حق لا حق، مولود غير مخلوق ساوي الآب في جوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، قال وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس نقي انقضاء الروح القدس الرب المهم باسم الآب، نسجد ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمفرد الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين. Éternel qui a créé l'homme dans l'innocence, ô hefon et tafi echon ebikosmos, iten bi evsunos ente bi diavlos akeshe. بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح،
جمال من السلام الذي من السماوات. هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك بأقائلي. المجد لله في الأعالي، على الأرض السلام وفي الناس المسار. صلوا من أجل السلامة الكاملة والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول. Freude, o Herr, erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. كرياليسون 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 نكيريتي فاي بيسوس بخريستوس ابشيري مفنوتي سوتم ايرون ناينان روسفيري Prosperin, prosperin kata trupon, statite kata trumo, isanato las eblipsati pros, homi. Iten nebelet zeyan te tisa oto koso amare. الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض
البحر وكل ما فيها. Otem penso i sova penuti o penso tir esos fechrestos. هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى. الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا. الذي يقف أمامه الملائكة رؤساء الملائكة والرياسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات. وإلى الشرق انظروا. أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونا. والسيرافين ذو الستة أجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل. روس خومي الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خلقنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس لم تتركنا عنك إلى الإنقاذ بل تعتنا دائما بأنبياك القديسين الأيام ظهرت لنا نحن جلوس الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا استنان بمسبه ولم افشاي
ستين قوموا نمقوا ابني وما قفيت النابن ولا أسف سويت أفسرن شو بينواب هتم بتبن بما إسواب. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا مسكين به مبيعين من قبر خطايانا. هذا إلى الجحيم من قبل الصالحين. السماء تجلس عن يمينك أيها حدد يوما للمجازاة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. السر العظيم الذي للتقوى لأنه في مراسمنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنسين الطوبويتين المحييتان. نحو السماء لك الله وسيد كل أحد وشكرا وباركه وقدسه. خواص تلاميذ القديسين وصايا طارقة قائلين خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا الجسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. أيضاً الكأس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا وشكرا
قداسها. القديسين وسأطهر قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. نصع ذكر آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا من أمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. أيضاً دماً كريماً للعهد الجديد الذي له وأيضاً حقاً آمين يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. سلك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا
يا المبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. أعطي بهان للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان. للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. وداعة للفضلاء معونة للمساكين. نجاحا للطلباء عملا للمحتاجين. يقوم والذين في الحداثة أدبهم. غير المؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة. هل تعظم للبدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. ونجد نصيبا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. ونجد نصيبا وميراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منزور. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظهم بسلام وكل الاساق فارزق سينا الذين فيها. اولا نذكر يا رب ابانا الطباب المكرم رئيس الاساقفه بطريركنا الباب الانبا تودروس الثاني. وأخوي الروحيين ماري أغنطيوس يا أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وأبونا كيرلس بطريرك إريتريا شركائي في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة والأساقفة المجتمعين معنا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوي الروحيين مارقنطوس إفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وأبونا كيرلس بطريرك إريتريا وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا المطارنة وأبائنا الأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسية. والذين يرسلون معهم كلمة الحق باستقامة على كنيستك المقدسة يرعون تطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة
ولبن يا خنين سبع طغمات كنيسة الله. الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ماعاً. ارحمنا يا الله لا تغطى أنفسنا. قريب ما بيبشو يسني سوتريا ان بايتوبو سسوا بنت اكفاي بروس سوبوس نيفين مونستيريون نيفين انتينيو والساكنين في تفضل يا رب زور وراك ونبات الحقل في هذه السنة باركها. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. سيبهاك مقدارها كنعمتك فرح وجل أرض ليروح حرثة وتكسر أسمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك ومن أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. For the eyes of everyone look upon you, you to give them their food in due season. Deal with us according to your goodness. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما. لكي يكون نحن أيضا الكفاء في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح. الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسي. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البث. آبائنا الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان سيسوى باسمهن أو إبقين بارسين أو سنسيون إذين ديسي أو تكو سيسوى ابتئاقية مارية سيتصل بإذنوتي بلو
والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد استفانوس ريش الشممسة وأول الشهود. والقديس استفانوس ريش الشممسة والشهداء ونازل الجيل المرقص الرسول الطاهر والشاهين. والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس. والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة. والقديس يوحنا زهر الفم والقديس أودوسيوس والقديس أوفيليس والقديس ديمتريوس والقديس كيرولوس والقديس باسيليو. والقديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني. و318 الذين اجتمعوا بنيقيا و150 متي القسطنطينية و200 لأفسوس. نم بنيوتن زيكيوس بنشتاف أنطونيوس نم باسمي أغا بابلي نم بشوم تسؤوب أبا مكاري نم نشري تيرو أن استغرو فورو من أمبا يوانس القمس من أمبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. نم بنيوت أبا بابل برم طامو نم يزاكيل بماسيتيس نم نشوي سنيوت ثواب الروميوس ماكسيموس نم دومايوس نم بمبسيتي مارتيروس نيخلو ينتشيهيت نم بغوريس أواب أبا موسي نم يؤنس كامي بإبرز فتيرو نم بنيوت أفا دانييل بغيمانوس نم بنيوت أفا إسيزوروس بإبرز فتيروس نم بنيوت أفا بخوم فاتي كونونيا نمسي أوزوروس بفماسيتيس نم أبا فيسا بفماسيتيس نم بنيوت أبا نوفين نم بنيوت أبا كاروس نم بنيوت بفنوتيوس نمبنيوت أبا يؤنس بي أنوخوريتيس نمبنيوت أبا سموئيل بي أمولوغتيس نم يوستوس نم أبولو بف ماثيتيس وابانا بابولو وابانا بابيب وابانا برام سلفيم والجيزة والقمس مخيل بحيرة الميزو وأبانا القديس البطريرك كيرلوس السادس والقديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة. نيم بخوروس تير فنتيني ثواب انطاق نايت ايفول هيتنون تيهن من انطوغ ناينان تيرو افسوب. من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا. إرموا اسمه الصور شو
أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم أيهم في فردوس النعيم في قوة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل إلى دار الدهور آمين اهدنا يا رب لملكوتا لكي وبهذا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا المسيح لأنه جعل أهلا لك في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا في الناس ألون يجعلنا مستحقين لشركة وموهبة أسراره المقدسة الغير الميتة كراتور شويس بنوتي آمين آمين روس بكساستي بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل أحدٍ
المتجهين إليه ورجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف ربات ربات الملائكة ورؤساء الملائكة القديسين الشاروبيم والسيرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. قدس هذه القرابين الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر، فيبعد عنا أجسادنا أرواحنا وقلوبنا عيوننا وأفهامنا أفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. إن بخريستوس يسوع اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها صوتي صامين كيتو متماسو متابوسي ابرسخو امين امين كريالي صون كريالي صون كريالي صون القدس للقديسين
مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس آمين. إيرني باسي كيمة ميون أليسينوني سو خريستو طايرتو سيوي مون أمين آمين. أجيون تيميون سوما كيمة أليسينون إيسو خريستو طايرتو سيوي مون أمين وفن تمن والبنوتي فاي بيخن ام اسميا الأخير أن هذا هو الجسد المحل الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا ولية الإله القديسة الطاهرة مريم وجعلها واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد هللويا بروسفيكساستي بير ساكسي اسميتال بسيوش أخرانتون كي بورانيون تناجون ميستيريون كريا ليسون دونك سايسين